اليوم معنا ضيف مميز جدا، أيمن عيتاني، خبير في مجال تطوير الأعمال. مرحبا أيمن. اليوم هلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. خلينا نبدأ. نحن أول شيء حطينا على السوشيال ميديا العديد من أن الناس تسألنا أسئلة عن تطوير الأعمال وريادة الأعمال، تحديداً بالظروف الصعبة اللي عم نعيشها وتفشي فيروس كورونا. عم نشوف تداعياته كتير كبيرة، تحديداً على الشركات الناشئة. في شركات عم يعني تسرح موظفين، في شركات أغلقت already بسبب تداعيات فيروس كورونا. هلأ إجانا العديد من التساؤلات، ولكن نحن اختصرنا هون في منهم لأنه تكرروا بشكل كتير كبير، واللي هو الناس عم بتعاني منه أنه كيف نحفز الموظفين هلأ مع الشغل من البيت. فكيف برأيك لازم المدير يحفز موظفينه؟ هلا بفيروس كورونا أثر على كل المؤسسات بكل القطاعات، يعني مش عم يعفي حدا. ومهم كثير، يعني انا شفت الاسئله يلي يسالوا فيها، يلي بدي ركز شوي عليه اكثر انا وياك، انه اهم شيء صاحب العمل ما يوقع بفخ انه يلا بكره بتنحل وبعد بكره بتنحل. لازم يكون باتجاه انه نحن انا من هون لاخر السنه، من هون لشهر 12 حيضل في عندي مشكله مع 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 فيروس كورونا. يعني هلا في تسكير، يمكن يجي يفتح شوي، يمكن يجي يسكر شوي، يعني في يعني منه ركز، منه عمل مثل كل يوم عم نشتغل فيه. فطالما الاتجاه تبع صاحب العمل انه انا من هون لشهر 12 عندي مشاكل، ببلش في يفكر لقدام شو في يعمل. بس اذا بيضل انه يلا بكره، يلا جمعه جاي، يلا بركي اخر الشهر، يلا بركي بعد جمعتين، هون حيضل انه ما عم يقدر يقرر. الوقت عم يدفع فلوس، عم يخسر فيها، ما عم يقدر يقرر شوف شو بيعمل لقدام. وبعد شهرين ثلاثه اربعه بس يقرر، بيكون خلص اوريدي قطع ثلاث اربع اشهر وخسر فلوس، خسر وقت، خسر كل شيء. فأهم شيء طريقة التفكير تكون إنه أنا بعرف أنا صاحب عمل من هون لشهر 12 عندي خربطة بخصوص كوفيد، بدي أشتغل إنه الوضع مش منيح من هون لآخر السنة. هيدي أول شغلة. تاني شغلة، واحدة من الأسئلة اللي كانت عندك أنت، إنه إذا ما نضطر يكون في ناس الموظفين ما يكونوا معنا بقى المؤسسة، كيف صاحب العمل بدي يقرر شو بدي يعمل؟ بهذا الموضوع بدنا نفكر نحنا. إذا قلنا من هون لشهر 12 عنا مشاكل، اوكي، فبدنا نشوف اول شيء نحن وضعنا كاش بالبنك، مع عنا شهرين فلوس، عنا 6 شهور، عنا 8 شهور، يعني حسب. يعني اول شيء اللي بيحدد هو قديش عنا فلوس باقي بالبنك موجوده من اليوم، مش انه يمكن نحصلها، يعني يمكن نحصلها. أيوة. في اتكل على غير ناس. بحكي انا اليوم اذا فتت على الاونلاين، على الاونلاين تبع البنك وشفت قديش في عندي فلوس بالبنك، خلينا نعتبر نحن في 4 شهور فلوس. حلو. اوكي، 3 شهور او 4 شهور فلوس، نقدر نقرر شوي اكثر بهالاربع اشهر. اذا صاحب العمل عم بيقرر انه هو من هون لست اشهر في عنده مشاكل كوفيد بده يهتم فيها، بهالاربع اشهر صاحب العمل عم بيفكر بشو في خدمات جديده يقدر يعملها، او بثلاث اشهر بيطلع خدمات جديده وبتتجرب وبيبين اذا بتزبط او ما بتزبط ومنغيرها. فبهالثلاث اشهر رح يشوف هو انه انا هالخدمات الجديده شو هي اللي بدي اعملها، ومين من الطاقم الموجود يلي أنا بحتاجه يكون معي ليقدر يساعدني بهيدي الخدمات الجديدة اللي بدي أعملها. حلو. تاني شغلة بنتندرس شوي أكتر، إنه شو في خدمات إنه مستحيل بقى نعملها من هون لشهر 12 أو يمكن بعد لقدام، إنه خلاص واضح إنه السوق وقف بطريقة كتير كبيرة وعم بيأثر علينا. بهالحالة بدنا ندرس نشوف هالموظفين يلي بهيدي الخدمة كيف فينا نقلهم على الخدمات الجديدة. حلو. لانه والا ما في دور لهم، فبدنا نشوف نحن انه ناس بنعرفهم وشغالين معهم وبنعرف قدراتهم، بدنا نقلهم على هيدي الخدمات الجديده اللي بدنا نعملها. بس هيدي ما بتنعمل غير ما صاحب العمل يقرر بينه وبين حاله انه انا من هون عندي 6 شهور 8 شهور الوضع مش منيح وبدي اشتغل، غير هيك ما بتزبط. هلا صحيح، انت حكيت نقطه كتير مهمه فعلا، اللي هي انه في ناس كتير هلا عايشه انه يلا لنشوف الاسبوع الجاي شو بيطلعوا قرارات، لنشوف الأسبوع اللي بعده أنه بتخلص هالأزمة. لا، الموضوع يعني تحديداً على الشركات الناشئة وعلى الاقتصاد يعني أكيد ما رح يخلص بأسبوع أو أسبوعين، تداعيات واضحة يعني ورح تستمر. صحيح صحيح. حلو. طيب هلأ في حال عرفنا مين هن الموظفين اللي لازم نمشيهم، كيف لازم يقوم الشخص مثلاً بهاي العملية؟ هل بيقوم فيها نفسه هالعملية أو شو الطريقة الأنسب؟ هلأ عادةً هذا ظرف صعب لصاحب العمل وللموظف كمان. اول تجربه العمل اللي هو نشوف انه هالشخص اذا فينا ننقله على الخدمه الجديده.
هيدي أول تجربة تمام. يعني قبل ما نوصل لمرحلة إنه خلص بدنا ما يكون معنا أبداً أبداً. تاني شغلة بتنعمل إذا فينا نوصل لمرحلة يكون في الراتب موجود، يعني عم شوفها مع غير مؤسسات اللي عم تعملها بالسوق، شو عم بيعملوا؟ عم بيكون الراتب مثلاً عم بيكون 20% أقل، 40% أقل، 50% أقل على فترة معينة. بهالطريقة عم بيقدروا هالأربع ثلاث أشهر فلوس يعني بالبنك عم بتضينهم 6 أشهر ليكون شوي تغير الوضع، يعني 6 أشهر في حركة غير بتكون. فإذا قدروا يوصلوا لاتجاه معين، نحن حابين نكفي معكم، بس عنا 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 اختيار إنه يا بعد 3 أشهر منسكر يا بعد 6 أشهر. بس إذا قدرنا نعمل اتجاه معين نتفق فيه على 20-40-50% أقل، هيك ساعتها لأنه الشخص إذا تفلل من شغله صعب يلاقي غير شغل اليوم. ف يعني نص معاش أو 60% من معاش أحسن من مشي. فهيدي بتكون مرحلة تانية. مرحلة تالتي في حال خلص يعني الوضع منتهي، ما في مجال، بدنا يعني بدنا في قسم من الأشخاص لازم يخسروا وظيفتهم لنقدر نخلي قسم تاني من الناس يكون عندهم وظيفتهم. بهيدي الحالة الوضوح أحسن شيء، يعني ما نتخبى وراء HR، نقعد وضوح إن الوضع 1-2-3-4، حنضطر نتخلى على 12 شخص نخلي وظيفة للعشرين شخص الباقيين. وبهيدي الحالة كمان إذا حسب قديش وضع الفلوس البنك وهيك، إذا بيقدر نحط حالنا محله. يعني أنا بعرف حالي إذا أنا خسرت وظيفتي اليوم، يعني آخر الشهر بعد 10 أيام عندي مسؤوليات، فبدي يكون في نوع من رأفة معينة، ما عم بقول 6 أشهر معاش، بس يكون رأفة معينة إنه مش اليوم سكرنا ونسكر علينا، نقدر شوي يعني في مسؤوليات معينة بدها تنعمل هون، إنه كل شخص عنده مسؤوليات، عنده مسؤولية البيت، عنده أجاره، عنده أغراض بيدفعها، عنده أغراض بده يشتريها، يعني في واقع معين هون لحتى 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 ينعمل. ورابع شغلة معقولة تساعد عم نشوفها نحن غير هيك، يعني مثلا بعرف في مؤسسات قليل بس اللي شغلهم كتير كبير هلا، خاصة إذا عندهم دليفري دليفري، هول المؤسسات عم يوصفوا بالمئات. فإذا إذا إذا أنا صاحب عمله بعرف صاحب عمل تاني هالموضوع، في حوله غير ناس يعني عم يكون عم يساعده بكل مراحل، ما عم بحكي دليفري بس، عم بحكي بس يوصل دليفري، عم بحكي انا كاستمر سبورت، المساعده كفاينانس واكاونتينج، يعني كل المسؤوليات الموجوده فيها موجوده، وعم يوصفه بعدد كبير. ساعتها على القليله عم نجرب نساعد، عم نحاسبك وقت معين لتقدر تأمن حالك، عم نجرب نعرفك على حدا من المؤسسات اللي نعرفها يلي بده شغل، يعني بهيدي الطريقة شوي اللي بتساعد ندفي. بس هو منه وضع طبيعي ومرتاح لا صاحب العمل أو للموظف. أكيد، وفعلاً أنت مثل ما قلت، يعني هلأ أكثر الشركات اللي عم تحصد استثمارات رغم أزمة كورونا هي الأونلاين ديليفري، مع أنه شركات ناشئة، بس الشغلات اللي عن جد محتاجينها هلا، فهدول اكيد ناس بدهم يوظفوا حاليا. بالاضافه لهذا الشيء شفت حتى مثلا مولات اللي مسكره فيها السينما عم بيوظفوا الموظفين اللي بالسينما يحطون مثلا بسوبر ماركت اللي هلا عليه طلب كتير كتير كبير. فهي النوع من التفكير فعلا بتحافظ على وظائف هدول الناس وما بيخسرون، حتى الشركه ما بتخسرون يعني. صحيح صحيح، حلو. طيب هلا اذا بدنا نحكي انه كيف فعلا المدير لازم يحفز موظفينه، نرجع لهذا السؤال، خلال فتره عملهم من المنزل. كثير حتى موظفين عم بيحسوا انه انا بالبيت قاعد بالبيجاما، يعني ما في هذا جو العمل يعني. فكيف ممكن الواحد يحفز الموظفين تبعه، لانه نحن بامس الحاجه هلا ليكون يعني المومنتوم تبع الشغل مستمر. هي المشكلة هلا إنه جو البيت والبيجامة والقعدة هذه مخصصة بالشغل، خاصة بالأخبار، وخاصة نحن شو عم نعمل وين نفسيتنا وهيك. حتى بعرف من حالي عندي أيام كتير منيحة، عندي أيام إنه بلاقي الوضع يعني برجع بدي أرجع روق وفكر وأعمل يعني. فكلنا عنا طلعات ونزلات بنهارنا كيف بتكون. هلا التحفيز بيكون في شيء بيساعد يلي هو الوضوح، لأنه في شيء نحن هون ما بنعرفه، هذا عامل خارجي، مرض خارجي عم بيأثر من الصغير للكبير وكل البلدان، ما عم يرحم حدا، وما في وظيفة شو حصير بشغلي، شو حصير بزملائي. هيدا الوضوح مروح أكتر من صاحب العمل مع المؤسسة. في يكون اجتماع كل أسبوع أو كل أسبوعين إنه نحن يا جماعة الخير، نحن اليوم نحن وضعنا هيك، حنحاول نعمل هيك من هون لجمعتين، نرجع على جمعتين بنراجع. فطالما عم يكون في نوع من تواصل معين لحتى نخبر إنه نحن عنا هالخدمات بهالطريقة، عم نحاول غير لهالطريقه، مش واسئين منا يعني، يمكن نفشل فيها بعد جمعتين ونجرب غيرها بعد جمعتين. طالما هالطريقه التواصل موجوده
احسن بكثير من الواحد ما يتواصل معهم او يقولون خلاص ما تعطوا له هم وكل شيء منيح وكل شيء منيح وبعد جمعتين بتلاقي بعد جمعتين فللوا كل هالناس. ف يعني هالطريقه التواصل بتساعد بتخفف من الموضوع المبهم في وليش وكيف وشو حيصير وشو حيصير فيه وشو حيصير فينا هون وهيك، هيدي اكيد بتساعد. صحيح، شفت العديد من الشركات ايضا اللي عم بيعملوا مو بس اجتماعات، حتى عم بيحاولوا قدر الامكان يوم الخميس بعد انه مثلا من الخمسة للستة او شيء هيك يعملوا شيء اكتيفيتي بين التيم، اكل يشربوا شيء كذا الى اخره، انه بس يكون في حتى يكسروا الروتين الى حد ما ويتواصلوا مع التيم بشكل عام. هلا يلي تفضلت فيه كتير بمحل وعم شوفه أنا عادة كمان نهار الخميس بيكون في ساعة أو ساعتين بعد الظهر، وبيكون في عادة بسموه عريف الحفلة اللي هو بيقرب، بيكون أنت مثلا هلا عريف اللي بتقولي طيب شو بتحبوا يعني شو بيحكوا عن أكل بيهتموا فيه هوايات، بيكون في حدا عم بيدير الحديث كيف بيكونوا، يعني هالشخص بيحس بشوية حماس إنه أنا الخميس شو بدي أسألهم شو بدي أعمل، هيد تفكر هيد أسأل هيد على الإنترنت، هيدي بتعمل شوية حركة وارتياح، وكمان بتساعد لأن أنا شفت بهالأعداد إنه يه أنت هلا كيف تحب هالأمور وحسيتك أبدا من هالنوع اللي بيحب هالأمور أو لا، فبتلاقي هذا أكيد بيساعد فيه. الشغل الثاني عم بشوف انا عم جرب نحن نعمله بالشركه، لانه عاده مثلا بيكون مثلا انت زميلتي بالشغل كل انا عم بشتغل بدي شيء منك دبره بقول لك هلا دخلك هيك هيك هيك، عم جرب نعمل شغله عم نكون خلي في كول شغال كل الوقت وكلنا كلنا على ميوت يعني ما في صوت عم يطلع، بس في حال بدي اسال سؤال خاصه اذا كنت تيم صغير بشيل ميوت هلا دخلك 1 2 3 بتجاوبيني وبرجع ميوت كانه قاعد حدي وبرمت سالتك، فهيدي شوي بتساعد يكون في حركة فيها. في قصص تانية عم شوفها مثل رياضة وهيك أنا هولي صعبين علي وعلى غيري، فهولي مش هنصحك وانصح غيرنا فيهم. خلونا بعد عنه. طيب من أحد الأسئلة اللي اجتنا أيضا إنه مين هي الشركات اللي أكثر مقبلة إنه مثلا تسكر أو تشت داون بسبب أزمة كورونا برأيك؟ هلا في كذا نوع مؤسسين اللي شفتهم. في عندك مؤسسات يلي سكرت خلصت يعني بظرف شهر كانت سكرت وهذا يلي سمعنا فيها، في غيرها بعد بكتير يلي سكروا ما سمعنا فيها. هول المؤسسات اللي لما انا بحكي مع غير رواد اعمال وغير اصحاب عمل انا بوضح لهم انه البزنس اللي بده ينبنى العمل اللي بده ينبنى بده يكون في له انتاجيه معينه، يعني لانه في مؤسسات تبنى انه انا علي انا بدي اخذ من السوق بدي اعمل اجيب مليون مليون ونص دولار، هول بيضينوني 8 شهور بعد 8 شهور بدي ارجع اجيب كمان من غير انفسترز 300 غيرهم برجع بعد 8 شهور، بيكون البزنس كله مبني على انه انا بدي اجيب بدي اروح من اول ريز لثاني ريز لثالث ريز. هول البزنسز لما بيصير في ازمه مثل كورونا ما بيوصل لثاني ريز وبيسكر. انا عم جرب حاول اساعده مع هيدي مع رواد الاعمال انه يفكروا بالبزنس انه البزنس كيف في يطلع مصاري، يعني كيف في انا اذا هذا المنتج او هي الخدمه بدي اعملها اذا عم بيعها ب 60 درهم كيف فيها تكلفني 40 درهم او 35 درهم لا اقدر اربح معين على قليل كافي مصاريفي، وحتى لو انا محتاج لفلوس اكثر من السوق بجيب مره واحده بعدين لو اوصل لمرحله قدران انا ابني مؤسسه يلي منتجه مش انه بتتكل على انفستور وبتلحق شو هلا بالسوق دارج بلوك تشين يلا بنعمل بلوك تشين وبنجيب مصاري من السوق بنعمل بلوك تشين ارتفيشال انتليجنس بنلحق ارتفيشال يعني بنلحق هالامور وهيك الترند هيدي منا ما بتكون بزنس، فبتلاقي انت بتشين هلا في كثير مؤسسات بشهر كانت خلصت. صحيح، فمعناتها يعني هل انت برايك مثلا اوكي فيروس كورونا يمكن هو السبب المباشر ولكن السبب الغير مباشر لاغلاق هاي الشركات الموديل اللي معمول فيه البزنس وغيره صح؟ طالما في فلوس بالسوق وفي حماس على مواضيع يعني هلا رائجة مثل بقول لك مثلا انت بتقولي لي هلا انا يلا عندك مؤسسة بتزيد عليها كلمات مثل artificial intelligence وبلوك تشين وهلا هالكلمات الحلوة الناس بتتخبى وراها بس بالاخر شو بتعملي هلا شو بتبيعي ولمين؟ يعني هو الأسئلة الأساسية مش موجودة بتكون طالما في فلوس زيادة بالسوق وعم يقدروا يلاقوا هيدي الفلوس لين هالمؤسسات حتشوفي انت انه نجاحهم حيكون قليل ولما بيجي ازمات مثل هيدي يلي الفلوس ساعتها بتخف من السوق بتلاقي كل هالمؤسسات ما عم تقدر تضاين. مؤسسات الضاينه هلا يلي قدرانه
تقدر، هي بسموها unit economics اللي هي إذا بدي أنتج هالخدمة أو هالمنتج حقه هالقد وبيعه بهالقد، في عندي فرق ربح، هالفرق ربح كيفي لأني غطي مصاريفي وكفي شوي أكتر لقدام. أكيد مش حنبكبر مثل ما عم بكبر مثل ما أنا بدي، بس على قليلي مش إنه بشهر شهر ونص اضطريت سكر وخلص خلص مؤسستي. مليون بالمئة، مليون بالمئة صحيح. طب أنا هذا السؤال من عندي أنا، هل تتوقع الفريلانسينج رح يزيد بعد أزمة كورونا؟ الفريلانسينج خاصة من البيت أنا بستعمله شخصياً صار لي من 2010. في ناس بيشتغل معهم هلا كتير شاطرين ما بحياتي شفتهم، وفي منهم حتى بس على الإيميلات وحتى كول معهم، بس انتاجيتهم كتير منيحة، خدمتهم سريعة وكتير وواضحين باللي بس إنه باللي أنا بقدر الخميس أو ما بقدر، يعني واضحين بهالموضوع. فهيدي طريقة هيدي طريقة الشغل موجودة وبتسمح لك تلاقي خبرات معينة من كل البلدان العربية والأجنبية. فبس هيدي في مؤسسات بتخاف تعملها، بتقول لك أنا بدي أشوفه تحت عيوني تحت إيدي على الطاولة والكرسي. هيدي فيك يعني في خدمات معينة بدك إياها هيك، بس في قصص تانية بتقدري تعمليها. يعني مثلا خدي هلا إكزامبل كول سنتر، كان أنا بعرف كثير مسؤولين كول سنتر بيقول لك مستحيل بده يجي على الدوام ويخلص على الدوام، هلا مضطر نفس الشخص يمشيهم كلهم لبيوته. فهالشخص نفس الشخص قدر يغير طريقه تفكيره، انه بتعرف انا اشتغلت 6 اشهر بالكورونا من البيوت، بقدر اعمل طبعاً كبر بطريقه تانية. اما لا يعني صحيح. فبتلاقي في كثير استعمال اكثر للفريلانسرز، وفي قبول اكثر من اصحاب العمل والمؤسسات يلي كان عندها شوي اكثر انه لا اذا هلا ما فيها تيجي لعنا نحن ما بدنا نشتغل مع هلا. هلا صار لا انه اشتغلنا مع هلا 6 اشهر على الانترنت بس نشتغل معه. تماماً صحيح مليون بالمئة. طيب كيف المدير لازم يتعامل مع الموظفين بعد فترة كورونا؟ هلأ مثل ما قلنا يعني إنه كل الناس تعودت إنها تشتغل من البيت، فحتى بلشت تحس إنه الموظفين استمتعوا بموضوع الشغل من البيت، فهل رح يكون صعب النقل إنه يرجعوا للأوفيس؟ وكيف بده يتعامل المدير مع هذا الموضوع؟ ليك هلأ أنا بحكي مع كتير موظفين وكتير أصحاب أعمال، هلأ الكل محمس يرجع شوي للشغل لأنه صار شيء جديد لأننا نحن نرجع المكتب ونشوف كل شيء. يمكن بعد جمعتين مكتب نقول تعرف شو أريح لك بالبيت، بفيق بقعد على وقت طولتي ما عم بركض روح بالعجقة وعصب وروح وإجي وتأخر أنا اللي بحسه في وضوح أكتر للموظف شو حابب يعمل بحياته بطريقة شغله، ولصاحب العمل لشو قدران هو يعمل ماديا او اذا بده يكبر، انه مضطر انا اكبر فيزيكلي عندي بالمكتب بكل شيء هون وهيك. وليه انا لما يخلص يعني هالازمه ان شاء الله حتخلص وحتخلص وكلنا حنرجع يعني بانتاجيتنا الكبيره اللي كنا فيها قبل، حتلاقي في ناس لازم يكون عندها القدره تقول انه بتعرف شو مثلا انت هلا مديرتي بتعرف شو هي هلا انا حابب نكفي سوا، بعرف علاقتنا منيحة وماشيها، بس أنا هل طريقة البيت نسبتني عم بقدر أقعد مع أولادي عم بقدر أقعد مع هذا وعم بقدر أعطي الانتاجية، فأنا مستعدة إنه غير أنا حابب غير طريقة شغلنا نحنا، إنه أنا بقترح نعمل هيك وطريقة الدفع بتكون هيك وطريقة الشغل بتكون هيك وهذا. يعني هيدي بتكون فرصة للواحد اللي كان حابب كل عمره يقدر يعمل شيء من بيته يشتغل ويوفق بين شغله وبين هذا، فرصته هلأ يقدر يقول إنه أنا حابب أحكي معك أو معك يا صاحب العمل إنه أنا حابب طريقة شغلنا لقدام تتغير، لأن أنا هذا الموضوع بنسبني عم بقدر أكون منتج أكتر أو مع عائلتي أكتر وعم بقدر أعطي الشغل بدي أعمل. حلو كتير، شكراً كتير إلك، أنا جداً استمتعت باللقاء واستفدت كمان، وبتمنى المشاهدين كمان يكونوا استمتعوا معنا. شكراً لك هلا، أسألتك اللي هي محلها.